مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. اخبه ومراته ده عملوا ايه؟ لا مراته سيبك منها، دي مراته الشريرة مش بتعمل حاجة. طب ها اخاب اللي حاجة رد فعله كان غريب. اخاب كان عنده شوية برضو سنة كده مع ربنا، راح تاب لربنا قال له لا يا رب خلاص سامحني سامحني. بس معقولة؟ ربنا في العهد القديم ما كانش ينفع يسامحه على كل اللي عمله. قال له انا اكتر حاجة اسامحك فيها ان الموت بتاعك واللي هيحصل لك الخراب اللي هيحصل هيحصل في عيالك مش فيك انت، بس انا زعلان منك انا مش هسامحك. يعني ربنا اعلن ان هو زعلان منه بالظبط كده. في الوقت ده بقى ايه حصل حاجه، جه يهوشافاط ملك بقى ايه المملكه الثانيه، كان في الملك اخاب هي في شمال، ما الشمال هي اخاب، الجنوب اللي هي يهوشافاط اللي هي مملكه يهوذا اللي هي فيها كام سبت واحد. جه يهوشافاط لاخاب قال له انت عارف ان في بلد بتاعتنا وملك ارام سرقها مننا؟ فقال له ايه دي؟ قال له بلد اسمها راموت جلعاد. راموت جلعاد، راموت جلعاد. فقال له يعني ازاي بتاعتنا؟ قال له راموت جلعاد دي بتاعتنا صدقني، دي ربنا اديها لنا والناس جم سرقوها مننا اللي هو ايه ملك ارام. فراح ايه قال له بس بص بقى انا مش بعمل بالطريقه بتاعتك يا عم الملك اخاب، انا عاوز ايه نجيب نبي نساله. فراحوا جابوا الانبياء تك 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 كلهم قالوا اه روح روح هتنتصر هتنتصر هتنتصر. فيهوشافاط قال له انا حاسس في نبي انت ما جبتهوش. ايليا؟ لا ايليا ما كانش في الموضوع ما ده. ما كانش؟ ما عرفش ليه ما كانش موجود. قال له في نبي تاني اسمه ميخا. ميخا؟ فقال له ما تجيبه نساله. قال لا ده مين بيقول بقى اخاب؟ قال له لا ده ميخا ده وحش قوي وكل ما اساله على حاجه ما يقولش كلام كويس ويقول لي يقول عليا حاجات وحشه. فيهوشافاط قال له بقى معقول الملك بتاع اسرائيل يقول الكلام ده؟ ده كلام ربنا، هاته هاته. وبعدين راحوا جابوا ميخا. فالراجل بيجيب ميخا من كان ميخا ده جايبه من البيت يعني كده. فبيقول له بص خد بالك كل الانبياء قالوا روحوا حاربوا وهتنتصروا قول زيهم عشان الملك يحبك. يا راح ميخا قال له انا هقول كلام من عندي، هقول الكلام اللي ربنا قاله. فاول ما راح ايه قال له اقول لك الكلام اللي يعجبك ولا اقول لك كلام ربنا؟ فراح يهوشافاط قال لا قول الكلام بتاع ربنا. قال له هتروحوا وهتحاربوا وهتتهزموا وشعب ربنا هيبقى متفرق في كل حته علشان الملك في اليوم ده هيموت. ايه ده عكس كلام الناس الانبياء التانيين؟ كل الانبياء. طب ومين واحد الصح؟ من الانبياء مسكه ضربه على بقه كده. قال له ازاي تقول كده انا نبي؟ قال له ربنا سمح بانه يبقى في حاجه اسمها ايه؟ كانبياء كذبه، في كذب بيتعمل علشان عاوز يموت مين؟ مين؟ يموت اخاب. اخاب الشرير. عشان ربنا قال له انا زعلان منك. راح اخاب قال له بص مش قلت لك يا يهوشافاط؟ انا مش قلت لك انه يبقى ضدنا ان هو هيبقى انت ضدنا وده نبي مش بيقول كلام كويس. فراح بص خد الحراس احبسوا ميخا وحطوه في السجن. وعملوا حاجه غريبه قوي، قال له اكلوه خبز الضيق وشرب الضيق. يعني ايه خبز الضيق؟ يعني ايه لو الواحد بياكل رغيف يدوله قطمه، لو بيشرب كوبايه ميه يدوله شفطه. طب وده هيشمها دي ولا ياكلها؟ عشان يذلوه. قال له لو انا بقى رجعت يا عيني هوريك. قال له لو رجعت يبقى ربنا مش بيتكلم عليا او مش بيتكلم معايا. وفعلا راح شعب ربنا يحاربه والحرب كانت بقى ايه مين كلام الصح؟ طبعا طلع كلام ميخا الصح الكلام والشعب اتهزم. واخاب رايح قال لي يهوشافاط ايه انت البس ملك بس انا مش هلبس عشان نعمل مقلب. هو كان خايف وكان حاسس ان ربنا هيخليه يموت في الحرب دي. جم الناس عاوزين يقتلوا يهوشافاط قال لهم انا يهوشافاط. فقالوا احنا مش عاوزين يهوشافاط احنا عاوزين اخاب. واخاب ايه بقى؟ مش لابس لبس الملك. مش لابس لبس الملك. جاب بالصدفه في رمح موته. الرمح جه فيه بالصدفه بالغلط ومات اخاب الملك زي ما ربنا قال له عشان هو شرير. اخرتك وحشه قوي يا اخاب، منظرك وحش. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. Thank you.
حوت 14.